بآخر فقراتنا رح نروح لنحكي عن الريشة، عن اللون، عن السحر، الحلم والخيال والإبداع اللي دائما بتجسد بلوحة الفنان. قديش حلو هذا الواقع يا ليلى، وقت اللي انت تقدري توصلي رسالة، توصلي فكرة من خلال قلمك. صحيح، وضيفنا اليوم رح يخبرنا عن عوالمه الفنية وعن مشاركاته بالمعارض وعن إحساسه اللي عم يعطيه بين الريشة واللون. بيسترنا نرحب بضيفنا الفنان التشكيلي بشير بشير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا بحضرتك. وقت بنقول عوالم فنيه بتكون هي شيء خاص بالفن التشكيلي، خلينا هيك نقتحم هذا العالم ونتعرف عليه بشكل اكثر. اول شيء بشكر المحطات الاعلاميه اللي دائما بتسلط الضوء على المواهب والحالات الابداعيه بشكل اطياف كافه الاطياف. هلا هي العوالم هي عباره عن ذاكره، ذاكره ممتلئه، ذاكره مكان من ماضي وحاضر ومستقبل. هي الذاكره بتتراكم عند الانسان من الصغر، بتصير بتولد عنده افكار وهواجس. هي الافكار والهواجس في اشخاص بتوظفها بالشعر، في اشخاص بتوظفها، كل انسان له حاله معينه. الفنان بحاول يعبر عنها بالريشه واللون، يعني هي كافكار. كان له عالم خاص، له عالمه الخاص بعيد يعني عن المجتمع. أيوة، بعيد عن بياخذ الصوره المرئيه اللي هي قدامه واقعيه وبرجع بحور فيها من اضافه وازاله وافكار ممكن هو بيشوفها بس الاخرين ما بيتقبلوها، بس بحاول يوظف شيء ضمن الواقع، ضمن الواقع بالحاله التعبيريه مع الحالة التجريدية الإنسانية السريالية. يعني أفكار كلها بتنسجم بحيث أنه تطلع للمتلقي على سطح معين مقبول وواضح. خلينا نحكي أكثر عن عالمك الخاص وعن إحساسك اللي عم تقدر توصله بين الريشة واللون. يمكن كل فنان في له عالم معين أو شيء معين له لحتى يقدر فعلا يوصل هذا الإحساس فيه. هلأ الفنان، إذا بدي أحكي عن بشير أو عن الفنان بشكل عام، هو إحساس ومشاعر. إذا ما كانت موجودة هي الحالتين مع بعض لا يمكن هي العوالم أو هي الإحساس أو هي المشاعر تنطرح على سطح لوحة. أول شيء سطح اللوحة هو عبارة عن سطح أبيض. الفنان بده يكون مثقف، ملم كافة العلوم لحتى يحسن يوظف هي الأفكار على هذا السطح اللي أول وهلة مخيف. يعني تم أنا بالنسبة إلي في عندي أنماط معينة بالفكر، بالرسم، بالحالات التعبيرية، دائما أنا بوظفها هي بطريقتي الخاصة بحيث إنه تصل للمتلقي بشكل صح. ولن نقدر نوظفها بالشكل الصحيح. اليوم عم نحكي عن الإحساس والتأثير. اليوم قد إيه الفنان بتأثر بالشيء اللي بيقدمه؟ يعني يمكن يكون أثره كتير كبير على نفسيتك، مثل ما قلت ذكرت حضرتك يمكن ما يعني لشخص آخر يعني أو ما توصله الصورة، ولكن كفنان اليوم قد إيه بتأثر بأعمالك أستاذ بشير؟ هلا العمل مثل ما حكينا هو مستنبط من الذاكرة. يعني ما في فنان بيعمل عمل فني إلا ما يكون مرجوعه لذاكرة، ذاكرة عنده من إحساسه، من صخب، من حزن، من فرح. هي الأحاسيس هي بتنطرح على سطح اللوحة بس بتأثر بالفنان، بترجعه للماضي. يعني دائما الفنان بياخذ من شيء المضى بحياته، من لا يا من شيء اللي ماضي من حياته أو من تراثه أو بس يمكن أكثر الحالات بتكون يعني مأثرة بنفسيته فبيجسد على هي اللوحة. أكيد أكيد، أي شيء بالإنسان دائما بيتم متداول بالذاكرة تبعه. نعم، بيرجع بقى بيحاول يطرحه، يهرب منه، يحاول يعوض شيء. يعني هلا الفنان ناقل، ممكن أنا أشوف أي لوحة لفنان عالمي اخذ فكره منها، اخذ النمط، اخذ الاسلوب، او مجرد هي تمر علي قراءه. بس هي القراءه انا ممكن تتم بالذاكره، شوف حلل حاله معينه، ممكن هالحاله تنطبق مع حالتي بس وظفها بطريقه اخرى. تمام، لما بدنا نحكي عن اللوحه الفنيه هي نتاج ثقافي ونتاج ايضا تجريبي. اليوم ما فينا نفصل الفن عن العمل الانساني، خلينا نحكي شوي عن تجربتك. الفن ما بينفصل اطلاقا عن اي شيء بالحياه، لانه كل انسان بعمله فنان مهما كان صفاته، يعني مهندس، فنان، استاذ، مربية منزل. العمل هو عباره عن فن. انا تجربتي بالبدايه كانت تجربه مثل اي انسان، يعني شوف اي شغله شوفها قدامي احاول انقلها ارسمها. الغيرة كانت تلعب دور انه هذا بيرسم ايجابية طفل. او يمكن الغيرة الايجابية كثير، الغيرة الايجابية دائما موجودة. يعني هذا الطفل عم يرسم، هذا رفيقي، ليش هو مهم، ليش انا مو مهم. شوي شوي لحتى حاولت، تعبت على حالي شوي، اثبت وجودي.
في شويه مطبات يعني إجباري. كانت لابد أكيد. منها هي تجاوزتها والحمد لله استمريت يعني لحد الان انا عامل 31 معرض وهلا المعرض حاليا هذا بالسعوديه بالرياض رقم 32. خلينا نحكي عنه اكثر. رياض الحرف بمعنى رياض الحرف اسم المعرض، نحكي عن هي المشاركه قد ايه اليوم مهم انك تطلع بهذه الانجازات خارج سوريا وتعرضها. خلينا نحكي بشكل عام عن اهميه المعرض الخارجي. الفنان دائما عنده طموح للتوسع، يعني اذا الفنان تم دائره محدده بتم محصور يعني ضمن هذه الدائره صعب ما 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 يعني شلون بدي اوصل لك افكاره ما بتكون ناضجه. دائما التطور بالفنان هو السعي والسعي والمتابعه ويشوف فنانين عالميين فنانين من دول اخرى. انا عملت قبل هالمعرض عامل معرض بدبي كان معرض كثير ناجح، حاولت انا انقل تجربتي من الامارات للسعوديه والحمد لله. كيف كان صداها؟ كثير مهم صداها كثير مهم وان شاء الله القادم افضل يعني ان شاء الله. يعني انا عم بسعى دائما اني اعمل شيء متطور للمستقبل. ابرز اللوحات اللي كانت موجوده ضمن هذا المعرض خلينا نحكي شوي عنه. هلا اللوحات اللي موجوده ضمن هذا المعرض هلا فيها خط دائما انا بستعمل الخط، بس في عندي لوحات فيها جرافيك يعني بتشوفي اللوحه هي عباره عن سطح اخضر سطح احمر، في جرافيك في خطوط جرافيكيه في تصوير في فكر هندسي ضمن العمل، يعني بتشوفي اللوحه عندي شامله من فكره من لون من موضوع من تكوين. لذلك انا الاعمال عندي كلها بشوفها مميزه يعني كل لوحه لها روح معينه ونمط خاص. في الوان معينه بتحبها او بتميزها بلوحاتك؟ انا بحب الالوان الحاره بشكل عام. عم شوف من خلال صور عم شوفها يعني على الشاشه. انا يعني اذا بتحطي لي الالوان البارده اذا ما هيك اقحمت اللون الحار مع اللوحه ما بتلاقيها فيها روح. قد عندك طاقه ايجابيه وبتحب الحياه، بيقولوا دائما هدول هيك بيكون عندهم شغوفين بالحياه ما بيحبوا شيء. هلا انا طاقتي غير محدوده الحمد لله. ان شاء الله دوم. من خلال تجربتك استاذ بشير ومن خلال معارضك سفرك تاثرك بالثقافات الاخرى اليوم بترجع على سوريا، اليوم كيف بتشوف الحركه الفنيه التشكيليه بسوريا؟ هلا انا قبل ما احكي على هالموضوع احكي على موضوع ثاني، انه الفنان مهما طلع لبرا بالنهايه مرجعه لبلده طبعا، ولكن يعني اليوم كثير مهم تعرف على بعد معرضي هذا بالسعوديه ان شاء الله رح يكون عندي معرض بدمشق. يعني انا حاطط بذهني لانه بلده هي الاساس، يعني الانطلاقه الاولى كانت من هاي البلد. الفن التشكيلي بسوريا مهم جدا، الفنانين السوريين اذا بصح لهم الفرص بيوصلوا للعالميه بسهوله. ما حدا احسن من حدا، بس دائما الظروف والفرص هي ما عم تكون مساعده لحتى الفنان يتطور، او مو بس الفنان اي انسان الظروف هي اللي عم تقيده وتحكمه باشياء معينه. صحيح، من خلال تجربتك ممكن انه عندك هذا الدافع لدعم الاطفال اللي عندهم او الموهوبين عندهم هوايه الرسم او هذا الفن، قديش مهم اليوم يندعموا هيك بعمر مبكر لحتى يحققوا الشيء اللي هنون بالدنيا. هلا انا شاغل على الاطفال كثير، يعني مرسمي بستدعي اطفال وبعمل لهم دورات، لحتى عندي حفيد انا اسمه ريان العبد معروف يعني على مستوى سوريا. ليه ما شفت لنا اياه معك يعني معروف واخذ جوائز اتحاد الفن. عمره هلا حاليا يعني بصف ثالث 7-8 سنين، يعني اخذ جوائز اتحاد الفنانين مكرم من وزيره الثقافه، كان عامل معرض فردي. يعني انا بتعب على الطفل بغض النظر اذا يعني في صله بيني وبينه او ما في صله، يعني اي طفل اللي بيجي لعندي من طرف صديق من طرف انا بتعب عليه لانه هي الموهبه مفروض تنتشر وتتوسع تماما. ودائما الفنان معطاء، يعني ما بيجوز انا عندي فكره احتكر هذا الشيء لحالي، لا دائما مثل ما اخذت من غيري انا بدي اعطي لغيري تماما. طيب استاذ بشير ذكرت نقطه كثير مهمه، الجرافيك، ونحن بنعرف شو يعني عالم الجرافيك. قد ايه هدول التطورات والتقنيات هل اعطوك شيء، هل اضافوا لك شيء، هل كانوا عم يسهلوا انك تقدر توصل فكره او رساله ضمن اللوحه؟ اكيد اكيد. هلا الفن هو مراحل، يعني الفن بشكل عام في التصوير، النحت، الجرافيك، الديزاين، يعني هذا كله عبارة عن فن. هي المواد كلها يوم انت بتجمعيها بسطح عمل فني، يعني مثلا الموضوع الهندسي دخلتيه ضمن اللوحة هي كفكرة،
بغض النظر عن الخطوط وانه ياخذ الواحد يعني يلتزم بالنظام، يكون في عشوائيات. يعني انت اخذتي دمشق القديمه مثلا، انا ما بدي ارسمها بمنظور ومثل ما هي، باخذ الصوره بس انا بضيف، بحذف باب، بحط شباك، بنزل برندا مايله، يعني هي الشغلات هو الفنان بيحسن يتحكم فيها. مثلا هي الوانها بارده، ممكن تدخلي اللون الاحمر، اللون البنفسجي، تدخلي خطوط جرافيكيه اللي هي عباره عن تاثيرات، مثلا الحبل، السيخ، القانطين، بس انت توصفيه بطريقه معينه. صحيح، بتشد النظر أكتر يعني. يعني يلي بيشوفها ما عاد يقول انه هي لوحه دمشق، صار فيها فكر ثاني، بس الإحساس بدل على شيء معين. تماماً. يمكن هذا المجال أو هذا الفن مو بس ثقافة وخبرة عملية، يمكن كمان لازم يكون فيه هيك هذا البال الطويل أو هي الروح اللي دائماً هيك. يمكن اللوحة بتاكل وقت طويل أو حسب اللوحة اللي ممكن أنك ترسمها. هلا هذا الكلام صح، اللوحة فيها جهد، بس هذا الجهد هو تراكم. يعني هلا ممكن اللوحة تقعد اسبوع، ممكن جمعة، ممكن شهر، ممكن يومين، بس هذا الشيء هو تراكم ذاكرة. يوم الفنان عنده هالمعلومات كلها، صفى اي شيء بيقدمه يعني قادر انه يعرف شو بده يعمل. طب استاذ بشير، ذكرت نقطه انه نحن عندنا قدرات جدا مهمه وابداعيه بسوريين، ولكن نحن بحاجه اليوم للاضاءه اكثر، للدعم اكثر. ما بين هيك الصعوبات الكثير بتحسها انه هي لو ما كانت موجوده كان عندنا الفن التشكيلي راح بطريق افضل؟ يعني يمكن بجوز في صعوبات كثير، انتم عم تحاولوا انكم تشتغلوا بالامكانيات المتاحه مثل ما عم نقول. هلا نحن اذا بدنا نحكي بشفافيه عاليه، نحن عندنا عندنا جهتين بسوريا داعمين اساسيات، اتحاد الفنانين ووزاره الثقافه. يعني اتحاد الفنانين ووزاره الثقافه عم بيقدموا كل الامكانيات من صالات عرض، من مساعدات بدون اي تكلفه لاي فنان. الصالات الخاصه لها نظام خاص ولها وضع خاص. يعني الوزاره واتحاد الفنانين ما عم بيأثروا بهذا الموضوع تجاه الفنان، بس كمان اوقات الفنان هو ما عنده القدره انه يعمل شيء. يعني في ظروف الحياه عم بتكون اصعب من يعني هلا عم بيكون في تكامل او توافق اوقات، تكافؤ خلينا نقول، لذلك عم بيصير في توازن، عم بيمشي الحال نوعا ما. ذكرت حضرتك قبل شوي الاراده، يعني يمكن في اشخاص اذا ما كانت ارادتهم قويه، حتى قد ما كانت هاي المهنه او المجال اللي هن عم يشتغلوا فيه بيحبوا، ممكن اذا ما كانت ارادتهم قويه ممكن يتخلوا عن هذا الشيء اللي بيحبوه. هلا الاراده اساسيه، يعني انا بدي اعمل لوحه، اذا بدي اليوم اسهر مع رفيقي وبكره عندي مشوار وبعد يومين عندي التزام معين، ما بعمل لوحه. الاصرار هو اساسي، بدي الغي كل النظام اللي عندي وارجع اعمل برنامج خاص، اني انا هي اللوحه خلال اسبوع لازم اكون شو ما كانت الظروف، شو ما كانت الظروف، يعني بدي شيل كل شيء على طرف واحاول انا مثل لو واحد بيحط بذهنه يروح يحضر فيلم مثلا، بتلاقي بيحتال على اهله، على ابوه، على اخوه، لياخذ مصاري وبيهرب اخر شيء. معناتها في اصرار، بس الاصرار عم بيكون لجهه معينه. اوقات لهذا الاصرار ما بيكون في فائده للجهه المعينه اللي عم بيوظفها الانسان. لا، ليش ما يوظف الانسان الطاقه تبعه بحاله مفيده ويستفيد منها مع المستقبل؟ يعني هو الانسان هو قادر يتكيف، بيقول لك الظروف، الظروف صح، بس كمان احنا قادرين نتكيف في الظروف وقادرين نعمل شيء ما حدا عمله. الاراده هي ثلاث ارباع النجاح. الاراده اساسيه، صح. هل اليوم مطلوب من الفنان التشكيلي انه يكون بيعرف يفصل بحواسه عن شغله، يعني عن ظروفه، عن احاسيسه، عن مشاكله، او يمكن عمليه الدمج ممكن تعطي نتيجه اجمل؟ هلا الفنان اوقات يوم انت بتطلعي على سطح اللوحه باللا شعور بتحسي انه الفنان راسم شيء مؤثر، يعني متاثر باللون. اللون بدل على حاله النفسيه، يعني في كآبة، في فرح، في اللون له تأثير. بس أنا بحس يعني وبشوف إنه الفنان مفروض يفصل. يعني كمان المتلقي ما له ملزم يشوف همومي كلياتها. ايه تمام، عنده كثير. ايه يعني هو همومه بتكفيه، يعني ندور على الشيء الايجابي. في الوان فينا نقول هي الوان ايجابيه او بتعطي طاقه ايجابيه اكثر من الوان ثانيه؟ هلا الالوان الايجابيه هو مثل ما بيقولوا الاورانج، الاصفر الهندي، السماوي، الالوان الكوبال، الفيروزي، هي الالوان فيها روح. يعني مجرد انت بتروحي على اي محل بتشوفي هي الالوان بتحسي فيها روح. الاسود متكامل قوي، بشد، بيضب.
في الوان البني كذا الترابيه يعني بتحسي حالك محبطه فيها. الالوان الالوان الخضار كمان ايه حلوه يعني كلهم بدل على حاله بتحس استاذ ايه بس دائما يعني هلا شوفي المدارس الانطباعيه بتلاقي اكثريه الالوان هي فيها الازرق البرتقالي كذا يعني فيها حركه فيها روح. يمكن في ناس حتى بتحب الطبيعة أو الخضار أو اللون الأخضر لأنه لون الطبيعة حتى ملاحظ كتير طلاب بيحبوا يدرسوا بالطبيعة بالحدائق يعني هو نفسي بيعطي هلا هو راحة نفسية. بالفن ما في لون أخضر يعني أنت بتوقفي أنا لحكيكي معلومة هي معلومة نوعا ما يعني أنت بتطلع على الشجرة بتقولي خضرة لأول وهلة هي ما فيها لون هي انعكاس ألوان زيتي على اخضر اخضر مع اصفر اسود مع اصفر درجات الازرق يعني الازرق بس تحطي له اصفر بيقلب بيعطيك حسب الدرجه يعني عندك الالوان الاخضر هو درجاته غير متناهيه يعني مو محدوده لذلك اللون الاخضر خطير اذا ما توظف يعني بتلاقي منظر طبيعي هي كله عباره عن اخضر بس بتلاقي هالدرجات المتدمج اليوم يعني بتشوفي البعد الاول والثاني والثالث من ضمن هالدرجات اللي انت متواجده. استاذ بشير بنشكر حضورك لليوم، نتمنى لك هيك حياه بالفن التشكيلي كثير حلوه ونشوفك اسمك بين الفنانين على المستوى الدولي ودائما نحن بنفتخر باي مشاركه سوريه عم تكون خارج سوريا ودائما هيك الدعم للناس اللي عندهم ابداعات وعندهم هوايه اكيد اليوم مسؤوليتكم اكيد انه تثقلوا هي الابداع. شكرا لحضورك لليوم. الله يسلمك يا رب وشكرا لكم ولدعمكم كمان انتم واجبنا انتم كمان جهه يعني داعمه بالنسبه للفنان. شكرا لحضورك معنا وبنتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم بعملك. اهلا.